يعني المنظومة كانت مجعولة من أجل أنه هو يختار من سيكون معارضي. فكانت بالنسبة لي أنا مثلا، وهنا باش نعاود نحكي على سي منذر الفريجي اللي هو معناها اليوم حكينا عليه برشا، ومعناها لأنه رمز من رموز معناها الفساد السياسي، واللي ما سمعناهش اليوم مخبى راسه، ومعناها وهو معناها من الناس اللي حقهم يقدموا اعتذاراتهم. يجي يقول لك القائمة نتاعك، باش نعطيكم البطاقة الناخب هذه، أنا مع العلم أني أول مرة سجلت في قائمة انتخابية سنة 2009، ما كنتش نامل أنه فما انتخابات في تونس ممكنة، حتى 89، عام 81 ما كنتش يمكن نكون ناخب، أما بقيت الانتخابات الحقيقة ما كنتش نامل برشا بمصداقية الانتخابات. في 2009 في إطار المعركة بتاعنا سجلت أول مرة، فيعطيك أرقام وتشوفوا فما رقمين، يقول لك بعد ركي عمرت الاستمارة فما رقم نسيته، وبطبيعة الحال ما عندك حتى دليل باش تقول أنت كتبت الرقم، أنت كتبت الرقم، هاي البطاقة، أنت كتبت الرقم، ويقول لك لا ها ما كتبتوش. وبطبيعة الحال المجلس الدستوري اللي سي عبد الناظر زاد لازم نذكروه باش الناس تعرف شكونهم العباد هذوما،